استاذ رائد لعل صائد الكؤوس يحقق اللقب الاول في تاريخ السيتي، هل سيستطيع جوارديولا؟ يعني نحن بنتمنى الخير لمانشستر سيتي وعندنا روابط عاطفيه مع النادي طبعا لارتباطه لا. بالامارات اللي هو بيعتبره وطني الثاني ولكن الامر ليس بنزهه يعني تخل كمان عنده ادوات واسلحه اسلحه دمار شامل <applause> يعني على دكة الاحتياط بنشوف بينزل لاعبين مثل بوليزيتش او او اوقات أو الونزو هلا عم ينحكى انه ممكن الونزو يلعب بطريقه مفاجئه لقدرته الهجوميه على الناحيه اليمنى او اليسرى يلعب تعرف هو في يلعب اعسر فيلعب بالرجلتين ولكن اتمنى ان تكون مباراه دون مفاجآت سلبيه يعني اتمنى ان يكون الفريقين اثنيناتهم بكامل قدراتهم دون غيابات ولا يحصل اي شيء مفاجئ باول خمس دقائق او عشر دقائق يعني اصابه تبعد لاعب اساسي او بطاقه حمراء لكي نتمتع بالمباراه وهون بتذكر يانز ليمن مره قال لي كنا كانوا عم يلعبوا ميني فوتبول عندنا بالنادي يانز ليمن وميروسلاف <applause> كلوسي وكريستيان فيرنز اذا بتتذكروا مدافع باريس سان جيرمان عم نتحدث قبل التح... بالتحماية قال لي يانز ليمن أنا مني منتبع على الأحصائية قال لي أنا كنت الوحيد ولم لم, لم يتلقى احد بطاقه حمراء بنهائي كاس اوروبا الا انا لان انتزعت المباراه قلت له انا ما انتبهت على على هالموضوع قال لي لاحظ راجع كل المباريات النهائيه من وقت ما يانز ليمن طرد بمباراته النهائيه لم يطرد اي لاعب لان عملت الدفة قلبت لفرد لفريق واحد وانتزعت المباراة النهائية لا أعرف إذا هذا عن جد توجه أكيد الأمور على أرض الملعب تفرض نفسها ولكن عم أقول ما بتمنى يصير في أي بطاقة حمراء أو أي إصابة كبيرة لنتمتع بالمباراة وإلا رح تكون مباراة فريق عم يستلحق شيء حصل سلبي بأول خمس دقائق أو عشر دقائق وبتكون انتزع الشو كله يعني العرض من, من أول المسرحية انتزع طيب استاذ مصطفى آآ آآ بعد فوز تشيلسي على ريال مدريد التاريخي الحقيقه والتأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا كان تأهل تاريخي الحقيقه ولكن لو لو تم لعب النهائي مباشره ما كان افضل ما انه هذا الفاصل الكبير ما بين النصف النهائي والنهائي خاصه ان تشيلسي خسر مع ليستر سيتي بنهائي كاس انجلترا وخسر مع استون فيلا مؤخرا الحقيقه ردا مباشره يعني على استفسار حضرتك حول توقيت المباراه في النهايه في روزنامه وظروف الكورونا منذ الموسم الماضي بتفرض امور كثيره جدا خارجه عن اراده كل المنظمين وده امر طبيعي ويمكن تقبله جدا بدليل حتى نقل المباراه النهائيه من اسطنبول اللي كانت يعني مقرر لها تركيا الى في في وقت متاخر جدا ويمكن يعني زي ما بنقول في اللحظه الاخيره نتيجه للظروف الجائحه التي تمر بها يعني تركيا واللي ان شاء الله ان يتعافى العالم كله ده شك استاذ مصطفى بس انا قصدي انا قصدي لو لعب تشيلسي مباشره الى اسبوع او 10 ايام أنا, انا بعرف انه هي رزنامه بس ولكن أوه. لو لعب تشيلسي ما كان ما كان اصعب على السيتي بالعكس انت بتفتح نقطة مهمة جدا هنتكلم عنها وهي فكرة احنا كمحللين او كنقاد او كجمهور كتير مننا بيذهب الى الترشيحات وفقا لمستوى واداء الفريق على مدار الموسم مثلا ولكن نعم. بطولة دوري ابطال اوروبا بتختلف عن الدوري المحلي هديك مثال واضح فريق مانشستر سيتي بدا الدوري الانجليزي بمتراجع مخيف الجميع في ذلك التوقيت قال ان الموسم ده ليس موسم السيتي لا محليا ولا اوروبيا ونتفاجا بان يحدث انقلاب في الدوري الانجليزي الممتاز في جدول الدوري ومع شهر يناير تبدا المنحنى مانشستر سيتي يرتفع جدا وياتي في شهر مارس وابريل ليحقق 21 انتصار متتالي <سؤال> سواء كان اوروبيا او في الدوري المحلي يتصدر بهم الدوري بل يفرق بفارق تقريبا كان وقتها حوالي 12 نقطه عن اقرب منافسيه كان مانشستر يونايتد وابتعد ليفربول وابتعد تشيلسي وابتعد توتنهام وايفرتون اللي كانوا موجودين في الصداره في بدايه الدوري اذا إيه 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 انا جيت استبقى بقى على تفوق إيه مانشستر سيتي في هذه الفتره تقريبا نقول بنسبه 70% ياخد دوري الابطال لكن الحقيقه ان زي ما حضرتك بتقول طيب لو لعبوا الدوري على طول لا لو لعبوا النهائي على طول كانت فرصه مانشستر سيتي افضل خاصة بعد فوزه على باريس سان جيرمان، لكن لما يرجع للدوري وعنده ثلاث او اربع مباريات مش عارف هيعمل فيهم ايه، هو خلاص حقق كل المطلوب منه وبدا عمليه مدوره للاعبين في الوقت ان تشيلسي كان مع مدربه اللي بدا من شهر يناير العمل وصل للتوب فورم في شهر ابريل في هذه الفتره التوب فورم نفعته في دوري الابطال كانش حد قادر يقف قدامه شفناه بيسيطر على مباراتين ضد ريال مدريد سيطره شبه مطلقه وخاصه في مباراه لندن لان توقيت المباراه جه في التوب فورم لتشيلسي اذا التوقيت بيفرق 10 ايام اسبوعين ثلاث اسابيع ده كله لابد ان احنا نضعه في الحسابات واحنا رايحين نتكلم عن المباراه النهائيه مباراه يوم السبت ما هو موقف الفريقين في الفتره الاخيره انا بقول ان تشيلسي في حاله بدنيه وحاله من التركيز وحاله من ال ال الفورمه اللي وصل ليها في المنحنى في اعلى نقطه من المنحنى ده وجهه نظر هل يقدر يترجم ده على ارض الملعب في المباراه النهائيه لو ده حصل فرصه افضل اما مانشستر سيتي اللي قدم اربع شهور على اعلى مستوى من يلاحظ هيجد ان في هبوط في كيرف مانشستر سيتي وهذا الهبوط من حظه انه متوافق مع مباريات اوروبا، هل استطاع المدرب في خلال الثلاث اسابيع الاخيره ان يجدد الطموح لدى اللاعبين، ان يحافظ على التركيز، ان يعزلهم عن مساله الالهاء لان هو حقق بطولات في الفتره دي وشفنا نفسه جوارديولا نفسه لاول مره يظهر في فيديو بيحتفل وبيشرب السيجار وبيغني و... هل حاله التركيز دي الفريق خرج عنها؟ هل هو قادر ان يحافظ عليها للفتره اللي فاتت دي زي ما حضرتك بتقول لو كان لعب على طول المباراه النهائيه مش كان افضل له بعد باريس؟ ان شاء الله يوم السبت في اجابات كتير هتكون على الاسئله دي وانا كنت حابب اعلق برضه على الاستاذ رائد لكن انا هديله الفرصه كنت حابب اعلق يعني على فكره جوارديولا وشخصيته وانعكاسها على اللاعبين لأني عندي تعليق مهم فيها. فضل يا استاذ مصطفى. اه كان الاستاذ رائد طبعا قال كلام مهم جدا عن جوارديولا يتعلق بشخصيته لكن انا حابب برضه اقول للاستاذ رائد واقول للساده المتابعين انا طبعا مش محامي عن جوارديولا ومش مهتم ان انا اكون محامي عنه ولكن جوارديولا لاعب او مدرب ظهر في مجال التدريب في ظرف استثنائي ظرف بعد كده بقى قاعده فكره ان لعيب صغير او مدرب صغير في العمر يجي ويمسك فريق كبير زي برشلونه ويعمل بيه النقله الكبيره جدا اللي شفناها من 2009 ل 2011 يقدم اقوى شكل للكره في العالم حقق كل البطولات الممكنه حقق السداسيه هذا الضغط الرهيب على واحد في عمره انا اعتقد ان ما ينفعش نحكم على تجارب هو مر بيها في الفتره دي ونقول ان جوارديولا هيستمر بهذه الشخصيه، من المؤكد ان تجربته في البايرن والعشر سنوات اللي فاتوا دول منهم الاربع سنوات مع السيتي ساهموا في تطوير ونضج شخصيه جوارديولا، وانا اعتقد ان جوارديولا اللي موجود الان هو يختلف بشكل كبير عن جوارديولا 2011 انا والاختلاف هو اختلاف للافضل سواء على صعيد الشخصيه والتعامل مع اللاعبين ومنها محرز اللي انا بشوف انه فرض نفسه على جوارديولا وهو ده الدور اللي احنا المفروض نقوله على اللعيبه الكبار اللي زي محرز او اي لاعب في مكان محرز انت لما تكون موجود في نادي كبير انت عليك ضغوط كبيره جدا حتى لو انت لاعب كبير دي وجهات نظر للمدرب لو انت قعدت احتياطي لابد ان انت تشتغل على نفسك لا. لغايه ما تفرض نفسك على المدرب وده اللي عمله رياض محرز اما جوارديولا انا اعتقد ان هو وصل لدرجه من النضج جيده جدا واتمنى الا يشوش خسارته لو حصلت يوم السبت على مسيره جوارديولا كمدرب او حتى على مسيره المشروع الكبير في مانشستر سيتي